صاحبي صاحبي اطلع 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 عارفوه ارنب فهد الحرام
ويدين على السادة أعضاء المجلس الشرعي الزمامة رئيس الخبير كمال فتوح والأحمد منصور أعزب من هذه الأسباب الانتحاب للدراسة التتويج لتشريفنا جميعا لتوزيع الدوري على المتوجات في مسابقة الأربعمائة متر حواجز وأصير على نتائج النهائي تنطع الشكل التالي المرتبة الأولى بالنصيب نور الدائي نادي الدار ستلعب القوى المرتبة الثانية صالح الشكيل الأبناء والمرتبة الثالثة المحافظ في سيدي النور 2004
هذا صاحب Man, in the first round, 6 minutes.
Congratulations,